بسم الله الرحمن الرحيم {سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان الذي أسرى وتعظم وتقدس وأكرم بالعبد الرسول سيدنا محمد لما يا رب قل لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فرأى الآيات ورأى الجنة والنار ورأى السماوات فعين رسول الله أوثق من عيني وقلبه أعظم من قلبي، فنقل إلينا صلى الله عليه وسلم ما رأى: آهٍ أيها المسجد الأقصى الحبيب، نسأل الله أن نصلي فيك عن قريب في يوم عز للإسلام والمسلمين